بنتكلم على البيت الكبير، بنتكلم على النادي الاهلي، وحضرتك من خلال التقرير بتقول لي والله هاني الواحد الحمد لله كان محظوظ انه موجود في الفتره دي في النادي الاهلي. هاني بص، انا اشتغلت 23 سنه في النادي، 10 سنين في قطاع الناشئين و13 موسم مع الفريق الاول، مع كل المدربين بقى اللي تعاقبوا في الفتره دي. طبعا اكترهم كان مثلا مانويل جوزيه، بومفرير وديكسي وكابتن حسام البدري، كابتن فتحي مبروك، كل الناس كل الناس، وطبعا المساعدين كلهم بقى راغبي ويوسف وضيا وكل الناس كل الناس. فانا بعتبر ان النادي الاهلي ده يعني دايما اقول لحم كتافي انا من خير النادي. اذا كان ولادي كبروا وتربوا وقدرت يعني اوفر لهم حياه كريمه، فده بسبب ان انا كنت محظوظ جدا ان انا اتواجدت فتره طويله جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده يعني بيت كبير، في كميه عطف وفي كميه حنان وفي كميه ود وفي كميه رقي، احترام، في كميه احترام ومحبه بتفتقدها.